منذ تأسيسها. شكل طلابها وطالباتها محوراً ومرتكزاً لبرامج وخطط جامعة الملك فيصل، مراكز بحثية وإدارات وعمادات تطويرية وضعت استراتيجية جامعة الملك فيصل نصب العين، وهدفاً لمسعاها في برامج التطوير وضمان الجودة. قدمت جامعة الملك فيصل لطلبتها في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية دورة لاجتياز اختبار الأفي. تدربت على البرنامج الخاص بكلية الهندسة FE Exam الذي سوف يعزز من فرص الحصول على وظيفة بعد التخرج. تهدف دورة FE المقدمة من جامعة الملك فيصل لاجتياز الاختبار وتنمية وتطوير المهارات الفردية. يعد اختبار FE ذو أهمية كبيرة في السيرة الذاتية. حرصت على المشاركة في اختبار أساسيات الهندسة الكيميائية. كنت أحد المتدربات في برنامج Oracle Database Foundation Certified Junior. قدمني البرنامج التدريبي معرفة متخصصة في علم البيانات وتحليلها وإدارة قواعد البيانات. تدربت على شهادة هيئة سوق المال، إحدى شهادات هيئة سوق المال التأهيلية. يهدف برنامج التسويق الاحترافي إلى تزويد الطلبة بمجموعة من المعارف والمهارات في مجال إدارة التسويق وبنات الدراسة التدريبية. يستطيع الطلبة أن يكونوا قادرين على ممارسة الدراسة التطبيقية في مجال التسويق. أكملت دورة CBM الشهادة الاحترافية في التسويق. الدورة أضافت لي الكثير وأعتقد أنها سوف ترفع من مستوى سيرتي الذاتية. خضت تجربة التسويق الاحترافي والذي ساعدني كثير على تطوير مهاراتي العلمية والمهنية. التحقت بدورة التسويق الاحترافية، كانت الدورة ممتعة ومفيدة وأعتقد أنها أضافت للCV. قدمت لنا الجامعة العديد من البرامج المهنية التأهيلية للحصول على شهادات متنوعة، وقد كان مساري هو أساسيات أمن ضمن المعلومات الذي يؤهلنا للحصول على شهادة CIAG. وها هي عمادة التطوير وضمان الجودة تطرح مبادراتها في التطوير المهني لطلبة الجامعة للعمل على تنمية المهارات المهنية لطلاب وطالبات الجامعة بطرح مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة تؤهله للحصول على شهادة مهنية ذات الاعتماد المتخصص بعد عملية تقييم كامل لمدى إتقان وكفاءة الطلبة. وأنا الآن بنهاية البرنامج التدريبي قادر على تنفيذ ممارسات في مجال الأسواق والأوراق المالية، مما يساعدني في الحصول على عمل في الشركات ذات الأنشطة المالية. ويحقق برنامج التطوير المهني لهيئة سوق المال السعودي إلى تحفيز الطلبة وتمكينهم لأخذ رخصة مهنية مؤهلة لسوق العمل السعودي والتعامل بالأوراق المالية. كان الهدف من الحصول على الشهادة المهنية التزود بالمعارف والمهارات في مجال الأسواق المالية. خلال بحثي الفرص في التدريب التعاوني لقيت فرص كثيرة، كان البرنامج التدريبي سبب لتأهيلي. وتنتهج المبادرة مؤشرات لقياس الأداء لأهداف المبادرة بقياس عدد الطلاب الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة مقارنة بعدد الطلاب الذين تم تدريبهم، حيث يتوقع عند تنفيذ المبادرة من زيادة فرص طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل في الحصول على فرص وظيفية بسوق العمل. فالشكر موصول لجامعة الملك فيصل ولكل من ساهم بإنجاح هذا البرنامج. شكراً لجامعة الملك فيصل لحرصهم على تأهيل الطلبة قبل تخرجهم. أشكر جامعة الملك فيصل على هذا البرنامج المميز. أشكر جامعة الملك فيصل على حرصها لتأهيلنا قبل تخرجنا. أشكر جامعة الملك فيصل التي أتاحت لنا فرصة هذا التدريب قبل التخرج. أشكر الجامعة لتقديمها مثل هذه الفرصة الذهبية. أشكر الجامعة التي منحتني فرصة التدريب والتأهيل في الحصول على الشهادة المهنية. أشكر الجامعة على الجهود المبذولة في تأهيل الطلبة للحصول على الشهادة الاحترافية. أشكر جامعة الملك فيصل على توفير هذه الفرص لطلبتها لتطويرهم. أشكر جامعة الملك فيصل لإتاحة هذه الفرصة لطلابها.